بدي نوصلهم رسالة بين عادل عبد المهدي مو كل المشكلة، هو جزء من المشكلة. عادل عبد المهدي حجر مكسور في لعبة الشطرنج، فهو مو المشكلة، المشكلة مع المنظومة اللي جابت عادل عبد المهدي. هم واهمين إذا يعتبرون عادل عبد المهدي كبش فداء ويضحون به والشعب راح ينسحب، الشعب مستمر وتظاهراتنا السلمية مستمرة حتى تغيير المنظومة اللي جابت عادل عبد المهدي.